العشوائيات في 22 سنة. جيت السيدة المحافظة ادتنا يعني ايجارات بره، وبعد كده المساكن العشوائيات اتشالت بدأوا يوضبوا فيها يجهزوا فيها لغايه ما جينا استلم. بقينا ناخد ايجارات شهري من المحافظه. انا اول ما جم قالوا لنا استلم العقود انا ما كنتش مقتنع، ده حقيقه والله. يعني انا اول ما جيت استلم العقود ما كانش في تفكير اللي احنا ان خلاص هنستلم. ان طلعت كذا حكايه. بعد كده جينا استلمنا وقعدنا وما شاء الله يعني الحمد لله على كل شيء. وضع اتغير بالنسبه لعيالي، وضع اتغير لاني بروح شغلي مأمن عليهم مكان امان. احنا كنا بنسمع عربيه المطاف كنا وهي راحت مكان تاني قلبنا بقف، كنا لازم نجري على عندنا هناك يبقى الحريقه عندنا، لكن هنا وضع تاني ومكان تاني. نظف شبابيك مقفول عليك، باب مقفول عليك، اوضه لاطفالك واوضه لنفسك، حياه تانيه. كنت بحلم ان انا استقر في حته وابقى في امان انا واحفادي. انا واحفادي لان بنتي دي متربيه يتيمه، لان جوزها دي متربيه يتيمه. فكان احساس ان انا امن لها تبقى معايا، تبقى متامنه وهي وعيالها. احس بالامان يملي. احنا كنا يعني من الملكيات الاربع حيطان هتسترنا تستر عيالنا. حاجه فرق كبير يملي. الحمد لله ربنا ندمها علينا ويقدرنا. على سداد ديوننا، ما تبقاش علينا لا ايجار ولا يبقى علينا حاجه، كل حاجه تحت ايدينا هنا، كل حاجه. الوان بالتليفون، هو بالتليفون بجيب الخضار، بالتليفون بجيب السمك، زماني كده وانا عارف زماني كده. بنت مدرسه بتخرج من الصبحيه والعيال، وانا بالتليفون اجيب حاجتي كده واحنا قاعدين.